السلام عليكم يا شباب. النهاردة الفيديو عجيب غريب رهيب بصراحة، دمار غير عادي. الله يكون في عون لبنان وأهل لبنان، وقلبنا معاهم قلبا وقالبا. بجد دمار ما بعده دمار، زي دمار هيروشيما وكانزاكي. البيوت اتدمرت، السيارات اتدمرت، كل حاجة اتدمرت. كان الله في عونهم بجد. دعواتكو ليهم، ويا رب يخرجهم من الأزمة دي على خير، وإن شاء الله ربنا يصبر أهليهم. ونحن والإمارات ومصر وكل الدول العربية والأوروبية والأجنبية معاهم قلبا وقالبا، ويا رب ما يعودها على حد أبدا. وأشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم.